انا قبل ما هتكلم في الكوره وتفاصيل الكوره واللي حصل النهارده في كل المباريات، هنجيب بقى شويه لقطات انسانيه عظيمه حصلت النهارده. وانا بصراحه كنت عامل حسابي هبدا حلقه النهارده، الفرصه السعيده للكابتن سامي قمصان بدا معانا الحلقه النهارده، بس خلونا بقى نروح للحاجات اللي بسببها الرياضه بشكل عام بتتلعب، اللي بسببها كره القدم بتتلعب. النهارده طفل، ربنا يشفيه يا رب، ربنا يشفيه يا رب، طلب من النادي الاهلي ان هو يبقى موجود في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي بعد المباراه. طفل من اسوان، جميل جميل، راح التقى اللاعبين، قعدوا يحتفلوا معاه. هات لقطات، بص الاول مارس الكره داخل بالطفل عنده 12 سنة اسمه عبد الله محمود بالمناسبة. بص الحلاوة والجمال، بص الجمال. لو في صوت يا جماعة ممكن يطلع الصوت، لو ما فيش صوت. مشهد رائع، مشهد إنساني عظيم وعبقري. أنا النهاردة بتفرج على الصور دي وما تعديش كده يا جماعة بسهولة. في وسط ما احنا عمالين نتناحر ونتشاجر ونعمل أزمات، لا، هي دي الكورة. الكورة سببها في الدنيا كلها ان الناس تبقى مبسوطة، انه الاطفال اللي زي دول يتراضوا، انه يبقى مرتاحين، انه نفسيتهم تعلى. دي الرياضة ودي كرة القدم. مش محتاجين بقى نضيع وقت في حاجات فارغة. ايوة فارغة، ده الكلام اللي ينفع نضيع فيه وقت. من الاخر، ده الكلام اللي ينفع يبقى ترند. الله يسامح الترند، ده اللي ينفع يبقى ترند، ده اللي نقعد نغني ونعلي صوتنا ونفرح ونهلل ونقول ترندات وحاجات بالمشاهد الحلوه دي. ما تقوليش بقى اصل مين اتخانق مع مين ومين زعل مين ومين عمل ايه ومين حكم ايه. هي دي المشاهد، هي دي الحاجات الحلوه، هي دي الحاجات اللي تفتح النفس. شايفين الولد مبسوط ازاي؟ شايفين الولد مبسوط ازاي؟ شايفينه فرحان ازاي؟ ما هي دي الكوره بقى ودي الرياضه. حد بقى النهارده اتكلم اصل مين زعل من مين، واصل حكم ايه، واصل المدرب اتخانق مع مين، ولاعب مين اتخانق مع التاني؟ لا، كل الناس شافوا المشهد ده وابتسموا وفرحوا وقالوا الجمله اللي انا بقولها دي. لمثل هذه المشاهد تلعب كره القدم، تلعب اي رياضه. الناس بتتفرج على الكوره والرياضه عشان تبقى مبسوطه، عشان روحها المعنوية ترتفع. ويا سلام لما بيبقى طفل جميل زي ده، يا رب يا رب يتمم شفائه. معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ محمود كامل، والد الطفل عبد الله اللي أمام حضراتكم في الصورة. أستاذ محمود مشرف ومنور. مشرف حضرتك، الله يشرف مقدارك أستاذ أحمد، الله يبارك في حضرتك. المشهد كان رائع النهارده. الحمد لله والله، وقمه قمه الانبساط لعبد الله ولي انا بالذات والله، الحمد لله. احكي لي ازاي حصل التواصل بينك وبين النادي الاهلي عشان نشوف المشهد ده. والله الحمد لله ربنا كرمنا باستاذ ممدوح هنا، وتواصل مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سيد سامي قمصان. عظيم. وعرفنا الحمد لله، ربنا وفقنا الحمد لله وفقنا ودخلنا على بول مؤاخذه والحمد لله ربنا وفقنا، والحمد لله قدرنا عبد الله يدخل ويقابل لعيبه الاهلي ويتصور معاها ويتكلم معاها. دي كانت امنيه حياه عبد الله والله. قول لي بقى قالوا له ايه، هو قال لهم ايه الحاجات اللي احنا ما شفناهاش في الصور بقى، ما سمعناهاش. هو كان كلمهم حضرتك على انه مع زعل جدا على هزيمتهم في السودان، وان شاء الله يعوضوا لما يجوا هنا باذن الله ان شاء الله، وان شاء الله ربنا ييسر الامور. وكان مبسوط جدا بيهم وبلقائهم وبالكابتن الحمد لله محمود كهربا وكابتن افشا والجماعه كلهم. احنا الحمد لله كلنا عائله اهلاويه وبنحب الاهلي جدا جدا والله. طمنا بقى على عبد الله نفسه، ماله عبد الله؟ ان شاء الله يقوم بالسلامه. امين يا رب. عبد الله بيعاني من فشل كلوي ولينا عظام شديد وشلل نصف حضرتك كده. ان شاء الله يا رب تشوفه احسن واحد في الدنيا ويرجع سليم معافى ويبقى زي الفل ان شاء الله.
اللهم امين يا رب. ربنا يسعده ويفرحه ويفرحكم جميعا باذن الله. امين يا رب. امين يا رب. وانا بشكر حضرتك والله، وبشكر اداره النادي الاهلي واستاذ ممدوح وكابتن الخطيب، هو كان نفسه من عينه قابل كابتن محمود الخطيب والله. ملحوقه ملحوقه. كابتن الخطيب برضه هيلاقيه وهيشوفه ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. ملحوق. ان شاء الله ملحوق. ان شاء الله. استاذ محمود كامل والد طفل عبد الله اللي كان موجود في الصور مع لاعبي النادي الاهلي النهارده، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مشهد حلو، مشهد حلو. طيب انا بقى النهارده من كل حته، من كل حته، شوفوا الرسائل اللي ممكن كره القدم تديها للدنيا كلها، بدل ما احنا برضو بنضيع وقت في كلام فارغ.